يسأل كثيرا من هو الشهيد؟ الشهيد كما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله هو شهيد المعركة الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. أما من قاتل لوطنية أو قومية أو عصبية فليس بشهيد ولو قتل، لكن يقول من قاتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل أنه وطن إسلامي فقد قاتل لحماية الدين، فيكون من هذا الوجه في سبيل الله. قال: ولهذا يجب أن نبين لإخوانا في الجيش أنهم إنما يتأهبون للقتال لا دفاعا عن وطنهم من أجل أنه وطن، ولكن من أجل أنه وطن إسلامي، يقاتلون لحماية الإسلام حتى يكونوا عند الموت شهداء. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، كما في الشرح الممتع. قلت: وقد أشار إلى قريب من هذا الكلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى.